في العام 1888 اخترع جورج دانلوب الإطارات المطاطية يتم استعمالها بديلاً عن الإطارات الحديدية والخشبية. بعد أكثر من 120 عاماً انتشرت حرائق الإطارات وانتشر الكلام عن خطورة ذلك. إنما هل تعلمون أن هناك فوائد من حرقها؟ ينتج حرق الإطارات قرابة 31 ألف وحدة حرارية لكل كيلوغرام، لذلك يتم استعماله كنوع من الوقود في بعض المعامل. أما رماد الإطارات فيتم استخدامه في تصنيع الإسمنت. أيضاً يشكل حرق الإطارات حلاً لمشكلة عويصة تعاني منها الكرة الأرضية، وهي كيفية التخلص من الإطارات. إنما مهلاً، إن حرقها في الهواء مباشرة يترك الكثير من الآثار السلبية، إذ تنبعث العديد من المواد الكيماوية السامة مثل الزئبق والزنك والكروم، ولكن أخطرها هي الديوكسين الذي يعتبر أقوى مادة مسرطنة على الإطلاق. أيضاً يتجمع غاز الكبريت في الجو ثم يسبب هطول الأمطار الحمضية السيئة. من الناحية الصحية تزداد حالات السعال والربو ومشاكل الجهاز التنفسي وحريق العيون، كما يصعب وصول الأكسجين للجسم، وكلما ازدادت فترة التعرض للدخان كلما ارتفع خطر انسداد الشرايين والوفاة. أيضاً ترفع هذه الانبعاثات حالات سرطانات الرئة والدم وتؤدي لانخفاض الخصوبة، وتزداد مخاطر حرق الإطارات على أجنة الحوامل. أخيراً، للتخلص من الإطارات أو لجني المال من حرقها أو لقطع الطرقات بها، لكل ذلك هناك بدائل عديدة إلا صحتك. إذا كنت بها مستهتراً، أفلا تحافظ على صحة أهلك؟